هلا، صباح الخير شباب. اليوم راح اغطي الميت اب تبع اليو اي اي موستنج كلاب في مدينه العين في جبل حفيد. باختصار راح يكون تجمع اول شيء في دبي في السيليكون اويسس، ومن دبي راح ننطلق الى جبل حفيد، وراح يكون في ستي اوفر في الراديسون بلو في العين. بس انا ما اتوقع صراحه احجز معاهم لانه انا اصلا بيتي في العين، فاصلا انا متاخر اوريدي، المفروض اوصل على 10 هناك، الساعه اوريدي 9:15، فخلونا نطلع. شكلي تعبان، صاحي من 7:30. والله الجو بارد. قاعد اموت من الجوع، فقلت خليني اجي اكل لي فطور سريع سريع قبل ما اوصل. قاعدين نسوي دائرة. منتظرين بس كم سيارة باقي لتوصل، ربع ساعة ونحرك العين. خلاص الحين قاعدين بس نصفهم عشان ناخذ صور قبل لا نتحرك. شباب هصور لكم أقوى سيارة تجمع. يكفي رقم اللوحة. اكتملت الدائرة أخيرا.
واخيرا راح نتحرك بعد والله العظيم الحراره كم انا ولعت. طابور استراحة وعشان صلاة الجمعة كمان لازم نصلي بعدين نكمل العين ونوقف في شيشة أدنوك. أول شيشة أدنوك على خط دبي العين. خلصنا صلاة الجمعة الساعة تقريبا 1 PM أيوة 1 فرح نكمل إلى العين. والله الجو حر 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 شيبة حلوة شيبة اللي هاي بتجيك بين كلمة ممنوعة وكلمة مسموحة شيبة وبين خيبة. بطارية الكاميرا خلصت بس الحمد لله اني جايب 3 بطاريات احتياط كلهم فل يعني التصوير شغال على مدار الساعة على مدار الدقيقة. وصلنا العين اوريدي وصار ميكس في الشوارع لانه شوارع العين مش هاي ويز شوارع كلها داخلية. جينا الراديسون بلو نسوي الحجز له كونفرميشن وبعدين اتوقع راح ننطلق على جبل حفيد. خلينا نشوف الترتيب. انفصلت عن الجروب شوي بروح اجيب اخوي من البيت ساكنين نحن في العين ترى واجيب كم شغلة من البيت كمان معاي وبعدين الى جبل حفيد. خلاص بيكفي الساعة كم الساعة 2:40 خلصنا مع الضيف الجديد حمدان. هو مستحي شوي من الكاميرا. الحين انا راجع وين راجع؟ راجع على التجمع ومن التجمع المكان التجمع راح نطلع على جبل حفيد فاينلي. خلاص خلاص اكيد حرارة الجو مش طبيعية. تعرفوا كم وصلت؟ 95 فهرنهايت. اذا جيت العين لا تنسى هالمكان كافتيريا راشد علي جينا نتغدى فيه انا والشاب الطيب. شعر منكوش على اخر. اخيرا نحرك لجبل حفيد. خلاص القرار الاخير. الطابق الاول من جبل حفيد استراحة صغيرة
بما يتجمع الشباب بعدين نكمل لفوق. كيف بس احتلينا المكان خلص كله موستينجز، حتى فيه معانا مش بالجروب طلعوا معانا فوق. I put the team on my back, I do it all for the family, everyone think they can rap, nobody ever gonna challenge me, starting my week on a Sunday, and then they can make it a one day, I just been ready to take off, waiting my turn on the runway, never be turning around, never be turning around, ayy, never be slowing it down, never be slowing it down, ayy, I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy, I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayy, never be turning around. See me fall off, know that I'm never gonna lose it, got addicted to the chase now, people saying that I changed now, know that I'm never gonna stand still, I'm treating the game like a race now, they really been carefully watching me, they treating me like I was calories, but really they can't get enough of me, they treating me like I'm a salary, they bringing me up in discussion, they wondering how do I do it so casually, I celebrate all of my victories, all of a sudden they all gonna be mad at me, damn, I don't have time for concern, I just go live and I learn, trust me I waited my turn, living my dream in return, this is a given. World, I've been making that money while I be asleep. I never ran to the money, but now all the money been too busy running to me. Ayy, I put the team on my back. I do it all for the family.